اهلا بكم من جديد. الحقيقه يوم صعب جدا، اسئلته كتيره بلا اجابات، ونفس المشهد ده اتكرر، ونفس الحاله النفسيه اللي احنا فيها دي كانت موجوده يوم البالون، وكانت موجوده يوم ماسبيرو، وكانت موجوده يوم محمد محمود، ولا نجد اجابات. وفضيله المفتي قال جمله مهمه جدا: الحقائق، نريد الحقائق. ولكل المسؤولين اللي فاكرين أنهم بإخفاء الحقائق أو بحماية أي جهة من الجهات، هذه خطيئة كبرى. إحنا عايزين مرة واحدة يتقلنا من يرتكب كل هذه الأخطاء، مين اللي ابتدى الاعتداء، مين اللي واقف فوق أسطح المباني، ليه هذا العنف غير المبرر، ليه يعامل هؤلاء بهذا العنف، بينما البلطجية اللي بيحرقوا بقى وبيحرقوا بيسرقوا تاريخ مصر وتراث مصر وكل ذاكرة مصر، ما يحصل لهمش حاجة ويتسابوا كده نصورهم وهم بكل هذه السعادة. يعني كل هذه الأشياء المتناقضة تدعونا للتساؤل: هو في دولة ولا الدولة انهارت أركانها؟ وإحنا بنعمل انتخابات في دولة أخرى، إحنا بنعمل انتخابات في دولة افتراضية. هحاول ان انا استعين ببعض الخبراء وبعض الاساتذه يمكن يقدروا يجاوبوا على اسئله الحقيقه اصبحت صعبه جدا على مفهومي وعلى علي ان انا اجيب عنها. يسعدني ان يكون معي سياده اللواء احمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بك يا سياده اللواء. الاستاذ عصام شيحه، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقد، وسياده النائب الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، وطبعا عضو مجلس الشعب. والله يكون في عونك يا دكتور عمرو في المجلس وفي الحال اللي احنا فيها. وابتدي بيك، بقالك كذا ساعه في الشارع. امبارح كنت في الاسم بتقدم بلاغ، بتقدم بلاغ ضد مين؟ اشرح لي المشهد زي ما انت شايفه. حاضر. مساء الخير يا نميس، ومساء الخير يا سياده اللواء، ومساء الخير يا عصام، ومساء الخير للساده المشاهدين في يوم صعب. زي ما انت قلت، في يومين صعبين جدا. هبتدي بالنهارده يا لميس. انا كنت في جنازه الشيخ عماد عفت. اتحركنا من الازهر الى المدافن في السيده عائشه، وفي مسيره اعتقد انتم عرضتوا تقرير عنها قبل ما ندخل. المسيره مؤثره، وانا احاول ان انا اقراها بصيغه سياسيه ووظفها عشان نعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا بقينا في لحظه فعلا خطيره، ومن يدير شؤون البلاد اصبحت شرعيته محل علامات استفهام كثيره من المصريين، ومن الافضل ادراك هذه الحقيقه الان وعدم التحايل عليها، لان ادراك حقيقه ان شرعيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في اداره شؤون البلاد بالصلاحيات التي يعني حملها منذ 11 من فبراير، ان هذه الشرعيه اصبحت محل علامات استفهام كثيره. ادراك هذه الحقيقه يجعلنا نبحث عن حلول. واقع الامر ان عدد كبير من الشخصيات العامه والسياسيين ومن الاحزاب بدا يتكلم باتجاه حل محدد، هو التسليم الفوري للسلطه. البعض يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، البعض يدعو انتخابات رئاسية فورية، البعض يدعو إلى مجلس رئاسي. أنا ما زلت يعني لم أحسم أمري من هذه الاختيارات كلها. أنت عارفة يا ميس أن أنا دايما رفضت مسألة إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتهاء من الدستور، وبالتأكيد قبل الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ورفضت فكرة المجلس الرئاسي. لكن الوضع اللي احنا فيه مع فقدان الشرعية وعلامات استفهام الكثيرة وسيناريو عنف بيتكرر كل مرة، أعتقد لازم يخلينا نفكر في حلول. الحاجة الثانية في المسيرة اللي كانت واضحة جدا، هو أن في وعي عام عند الناس بيميز ما بين الأزمة رغم كل مرارة الأزمة اللي احنا بنمر بيها، وما بين واجب الحفاظ على تماسك الدولة. وخلينا نتكلم عن الدولة النهاردة، لأن حريق المجمع العلمي مسألة مؤسفة جدا، استشهاد المصريين مسألة مؤسفة، الدم المصري دم غالي. الشعار النهاردة كان احنا الشعب الخط الأحمر، دم المصري الخط الأحمر. هذه شعارات مشروعة للغاية، وده شعب واعي بيدافع عن حقه، عن حقوق الإنسان اللي بتحصل انتهاكات إزائها بصورة مفزعة جدا خلال يومين اللي فاتوا. لكن كمان في دولة لازم نحافظ على تماسكها، وفي تاريخ وفي تراث لهذه الدولة ينبغي ألا يستباح بهذا المشهد. المجمع العلمي، كتاب وصف مصر، التراث المصري داخل هذا المجمع الذي ضاع، قيمة تاريخية كبيرة بتتهاوى، بتسقط، بتختفي. ورمزيا لازم نخاف على الدولة، لازم نخاف على الدولة. فإحنا في لحظة أزمة، انتهاكات حقوق إنسان مستمرة. وهنا هاجي بقى للبلاغ اللي أنا قدمته امبارح. أنا عايز أعرف مين المسؤول،
انا مش قابل اكتر من كده بعد 10 اشهر ان انا يا اما افسر امور بنظريه مؤامره او نظريه اللهو الخفي او عناصر مندسه او طرف ثالث محدش عارفه. انا عايز اعرف. بالتالي انا كمواطن ونائب في مجلس الشعب ممثل لمواطنين طالبني اكتر من واحد وواحده فيهم ان انا اقدم بلاغات ان انا اعرف ايه اللي بيحصل. وكعضو في مجلس قومي حقوق الانسان تقدمت بهذا البلاغ، وبلاغ ضد مجلس اعلى القوات المسلحه، ضد قياده المنطقه المركزيه، ضد قياده الشرطه العسكريه، وضد الحكومه. هم مسؤولين قانونيا وسياسيا عما حدث، وانا عايز النيابه العامه تحقق. واعتقد هذا هو ما يملك المواطن في هذه اللحظه، المطالبة بالمعرفة، حق المعرفة. أنا عايز أعرف مين اللي بيعمل ده. مش هقبل مرة تانية أن أنا أستحمل تفسيرات اللهو الخفي وما نعرفش ونطالب وقف فوري للعنف ونطالب بلجان تحقيق عمرنا ما بنعرف عنها حاجة بعد كده. كفاية أحط آخر حاجة هقولها دلوقتي. فإحنا قصاد انتهاكات حقوق إنسان، قتل. أنا كنت في مستشفى القصر العيني امبارح، كان في الساعة 3 الظهر 8، طبعا العدد زاد، أعتقد وصلنا 10 دلوقتي، 8 حالات إصابات بأعيرة نارية، 7 في الأطراف، 1 في منتصف الجسد. إجمالي عدد الوفيات 9، عدد إصابات كبير. في انتهاكات منظمة حقوق الإنسان، مشاهد سحل مفزعة شفناها، صحيح. احتجاز للصحفيين والمواطنين داخل مجلس الشعب وداخل مجلس الوزراء. أحد الصحفيين على موقع مصراوي لن أذكر اسمه اتصل بي من داخل المجلس وحكى لي ما كان يحدث من جانب عناصر عسكرية داخل مجلس الوزراء، وهو كان محتجز لمدة 4 ساعات. اليوم في بلاغ اتقدم في اسم السيدة زينب بيرصد أسماء الصحفيين المحتجزين والمواطنين اللي تم احتجازهم. فإحنا مع انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، إحنا مع دولة بيهدد تماسكها وبيهدد استقرارها، مع مجلس أعلى القوات المسلحة أصبح بيواجه أزمة شرعية حقيقية. إحنا محتاجين إجراءين، محتاج أعرف مين المسؤول وده يتم بصورة قانونية، محتاج أن أنا أفكر في حل سياسي إذا كنا نذهب باتجاه انتخابات رئاسية فورية وتسليم سلطة سريع، ولا إن كان الرأي العام المصري والأغلبية ستفضل مجلس رئاسي، ولا نحل الأزمة دي إزاي. إحنا محتاجين حلين، معرفة بقانون وحل الأزمة سياسيا. أستاذ عصام، يعني قبل ما نتكلم على الحل السياسي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بيان أكد فيه، طبعا بيان ده صدر منذ ساعات، يعني أكد فيه أن ما حدث في شارع القصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل ميدان التحرير تم بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي. وأكد مصدر مسؤول أن القوات المسلحة المصرية لم ولن تستهدف ثوار مصر، وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح اليوم السبت والتي شاهدناها جميعا على شاشات التلفزيون لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون. وأضاف المصدر أن كافة ملابسات الأحداث تتولاها النيابة العامة وأن القضاء المصري العادل سيقول كلمته. يا ريت يا جماعة يكون معنا حد من وزارة الصحة بس نعرف آخر أرقام للضحايا وللجرحى. أستاذ عصام، في حل سياسي؟ مفترض أن كان يبقى في حل سياسي، لكن يبدو أن الأمور بتصير من سيء إلى أسوأ. في حالة من الارتباك، حالة من التردد، حالة من عدم الوضوح. واضح أن نفس العقلية اللي كانت بتدار بيها الأمور قبل ثورة 25 يناير ما زالت هي المسيطرة. الحل الأمني، إحنا انتظرنا 18 ساعة، كان في مقدمات كلها بتقول ان هتحصل كارثه. شفنا المولوتوف بدا يتحرك، شفنا مبنى من وقت يمثل. الحواوشي من وقت أيوة موضوع يعني الحواوشي، وفي احساس ان هناك شيئا ما. 18 ساعه كان واضح فيها ان في ناس فوق سطح المبنى بيضربوا المتظاهرين والمتظاهرين بيضربوهم، وبدات مظاهر ان هيحصل حريق، والكل يدرك خطوره هذا المبنى وعظمه هذا المبنى والتراث ده. في اكتر من مليون كتاب داخل هذا المبنى، في اهم خرائط موجودة في مصر. الخرائط دي احنا اللي استردينا بيها طابق، ودي نسخة واحدة ما كانتش موجودة، وكانت موجودة من ايام الاحتلال الانجليزي. يعني في ازمة كبيرة، تراث موجود لاكثر من 215 سنة فجأة ضاح. الغريب في الامر انه وانا منتظر قبل ما ندخل شايف ناس بتضحك وهي بتولع في تراث مصر، وده تراث انساني وفي خطورة شديدة جدا. دول ما بيدركوش، دول غير مدركين للموقف ده. شوفي، عايز اقول لك على حاجة، اللي المجلس العسكري لما قرر يتدخل تدخل، واحنا الشعب المصري كله كان ممكن يسنده ويدعمه لو كان تدخل ضد اعمال البلطجة، مش ضد المعتصمين اللي اداهم الامان مرة واثنين وثلاثة. ما هو مجلس الوزراء اداهم الامان، المجلس العسكري قال مش هنتدخل، وفجأة شفنا هذه الازمة
اللي انا يعني وانا جاي في الطريق هنا شفت مسيره من ميدان محمد فريد لحد ميدان التحرير، يعني مساحه ضخمه جدا والناس سائره ثوره عارمه، وما فيش حد لسه حتى هذه اللحظه طرح سياسي. ما فيش، انا متصور انه على القوى السياسيه كلها وعلى الاحزاب السياسيه وعلى مجلس الوزراء انه يفتح حوار، مش ممكن. وبعدين انا عايز اعرف ليه احنا عندنا بس المظاهرات اللي عندنا هي اللي بيحصل فيها قتل؟ ما احنا شفنا فول ستريت لما حصل انه في ناس متدربه، ده احنا عندنا قطاع كامل داخل وزاره الداخليه لمكافحه الشغب، صرف ملايين الجنيهات واتدرب في كل دول العالم وعنده خبره كبيره. فين الناس ديت اللي احنا بنشوف اعتداء شديد وفجأة عنف شديد من الجانب الآخر؟ طب خلينا بس نسمع وزارة الصحة قبل ما نسمع سيادة اللواء دكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة للشؤون العلاجية. مساء الخير يا دكتور. نور يا أستاذ الأنيس، إزاي حضرتك؟ إزيك يا دكتور؟ إيه الوضع؟ إيه عدد الجرحى والقتلى والشهداء؟ العدد الإجمالي يا فندم من فجر الجمعة حتى الآن دخل المستشفيات 340 مصاب. ال 340 مصاب خرج منهم 226 وما زال 114 مصاب بيعالجوا في مستشفيات القصر العيني ومعهد ناصر والمنيره والهلال والقبطي وادي مرداش، بخلاف 101 اسعف وترك. اما بخصوص حالات الوفاه كانوا لغايه النهارده الساعه 11 كانوا 8، ارتفع العدد ل 10 بعد يعني وفاة أحد الأشخاص متأثرا بإصابته في القصر العيني، ومصاب آخر تم نقله بعد الظهر للمستشفى المنيرة ومنها إلى مشرحة بينهم، والجثث في مشرحة بينهم تحت تصرف الطب الشرعي والنيابة العامة. طب دكتور، ال- 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 الضحايا القتلى الشهداء العشرة، إيه الأسباب؟ طلق ناري؟ معظم الإصابات التقرير المبدئي لما دخلوا المستشفيات كان طلق ناري. طلق ناري. الطب الشرعي بصفة تشريحية بيوضح نوعية المقذوف ومن نوعية السلاح، لكن في بعض الإصابات كانت مصابة احنا بنسميها في الطب بلانت تروما، يعني اصابات مباشرة على الرأس سببت نزيف داخلي، وفي اصابة كانت كسر في قاع الجمجمة بس مش بطلق ناري بقى، في اصابة مباشرة بآلة او ب حاجة حادة على الرأس. طب والاصابات يا فندم الجرحى؟ الجرحى معظمهم يعني اكثر من 90 او 95% منهم كان اشتباه ما بعد الارتداد، قصور نتيجة التدافع، وجروح قطعية وكدمات من قذف الحجارة، يعني معظم. عشان كده ده يبرر ان ال 340 خرج منهم على طول في نفس اليوم 226، ال 114 اللي لسه بيتلقوا العلاج في المستشفيات برضه معظمهم حالتهم مستقرة، ونتمنى لهم الشفاء ان هم يخرجوا خلال 48. تقرير الطب الشرعي يا فندم هيطلع امتى؟ اللي هو تقرير الطب الشرعي، يعني احنا لما بنطلب من الطب الشرعي بيبعت لنا اسماء، لكن تقرير الطب الشرعي بيبقى منوط به النيابه العامه. النيابه العامه للنيابه العامه. نعم، اشكرك دكتور هشام شيحه وكيل اول وزاره الصحه للشؤون العلاجيه. لو معانا، انا بس عايزه اطمن على مراسلنا خالد، ماذا حدث له في الميدان؟ يا ريت تطمنونا عليه، ولو محمد ابو زيد في الميدان ايضا. طيب محمد ابو زيد زميلنا في الاعداد، طيب يا ريت محمد يكون معانا على التليفون نعرف بس ايه الاخبار في الميدان. سياده اللواء، طيب عفوا يا سياده اللواء دكتور. حاضر يا فندم، عشان ما يبقاش في فرق بيننا كلنا نتحدث. طيب كلكم دكاتره من الارضيه واحده. طيب هستاذن حضرتك بس معانا زميلنا محمد ابو زيد من ميدان التحرير. محمد، المشهد عندك ايه؟ المشهد ما زال محتقن ومشتعل، و مبنى البحث المجمع العلمي المصري احترق بالكامل، وهناك اشخاص صعدوا فوق المبنى وبيلقوا بمولوتوف في مواجهه بنك التنميه والائتمان الزراعي، والبنك التنميه والائتمان الزراعي ممكن يحترق بالكامل لو ما حدش تدخل، وفي اطلاق لاعيره ناريه في الهواء، وفي عسكري من الجيش البعض الموجودين في ميدان التحرير القوا القبض عليه، وفي عشرات بينحلوا عليه بالضرب المبرح، والبعض يحاول ان يخلصوا منهم ولكن لا يستطيعون.
يعني يا جماعه هل ده منطقي؟ هل ده منطقي؟ هنقتل خلاص، احنا بنقتل بعض، احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنموت بعض. طب محمد يعني اللي فوق المبنى المجمع العلمي اللي بيرموا مولوتوف واللي بيستهدفوا ده لايف، دي صور دي لايف مباشره مش كده عادل؟ دي صور لايف اللي بيرموا دول، هل انت شايف لابسين ميري ملكي لابسين ايه؟ لا مش عارف، مش قادرين استوضح مين اللي بيرموا دول، بس يعني بيترمي على الاشجار اللي بجوار لامام بنك التنميه والائتمان، الزراعه احترقت والنيران ممكن توصل للبنك والمباني المجاوره، وما زال الامر، وفي ناس دخلت اخذت كتب واشياء من المجمع العلمي المصري، ويعني المشهد عبثي للغايه يعني. مشهد فوضوي عبثي للغاية يعني. طب يعني ما فيش طيب سيارات إطفاء موجودة على أساس إن بما إن قامت حريقة ربما تقوم حريقة أخرى فيقربوه، ما فيش سيارات إطفاء قريبة يا محمد؟ لا توجد أي سيارات إطفاء، وشارع القصر العيني مظلم بالكامل والمناوشات مستمرة بيه يعني. المفروض ان في اساسا في محطه اطفاء معروفه اللي هي واخده نص ناصيه الشيخ ريحان دي في ظهر المجمع، في ظهر المجمع بالظبط. اشكرك. يعني ما فيش اي سياره بتتحرك لان المنطقه مظلمه ومكتظه بالموجودين في الميدان وفي مدخل القصر. طب محمد العسكري فرد الجيش اللي الناس بيضربوه ده مفيش حد بيحاول يخلصوا منهم؟ مفيش لا في العشرات يحاولوا يخلصوه، ويعني لكن في اشخاص متشنجين، في عشرات عمالين يقولوا سلميه سلميه وبحاولوا يخلصوه، لكن في ناس تانية بتعتدي عليه ومعرفش يعني الموقف هينتهي ازاي. طيب محمد ابو زيد ارجو ان تبقى معنا في الميدان، هنرجع لك كل قليل. يا جماعه مواطن يعني معلش يعني فرد الجيش ده مواطن مصري في جميع الاحوال، لا 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 بنقتل مواطن عادي ولا بنقتل مواطن مصري، يعني إنسان. يعني هو نفس انسان بني ادم دمه حرام، ما ينفعش ان يعني فرد الجيش ده من اصغر واحد لاعلى واحد ده مواطن مصري، ما ينفعش ان احنا لا نضربه ولا نقتله ولا حاجه. هو دوله القانون دي انتهت اختفت خلاص سياده اللواء؟ والله انا هتكلم في سياده الدكتور. لا ولا ايه، انا خلاص ما فيش بقى. قولي اللي انت عايزاه، انت لميس الحديد تقولي كما تشاء. ربنا يخليك. انا هتكلم في ثلاث موضوعات بسرعه كبدايه للحديث بتاعنا والحوار مع الناس العظماء اللي موجودين قدامي دول. انا لما قعدت هنا وقالتهم قدامي قلت الله ده انا مميز، طلع العكس، طلع ان يعني في اراء متعارضه او اراء يعني هتبدو متعارضه، هي مش متعارضه ولا حاجه. اولا ما حدث شيء مؤسف للغايه، وعلشان نوصل لجذوره ده محتاج لعمليات بحث وعمليات تحقيقات اللي بتتم في النيابه وعمليات كثيره جدا حتى يمكن ان نصل الى جذور هذا الموضوع. الامر الثاني عايز احيلك للكلام اللي كان قال مع المفتي اللي انت عملتيه، وكيف أن المفتي جرم ما يحدث، وكيف أن المفتي أشار إلى الصغار السن الذين لا يعلمون شيئا وهم اللي موجودين في هذه المنطقة وينادون بأفكار سياسية وهم ليسوا متعلمين أصلا ولا يعلموا السياسة ولا يعلموا المطالب السياسية وإلى آخر من هذا الكلام. ثم أشار إلى نقطة في منتهى الأهمية دي يجب أن تتم معالجتها بقى مع المجلس الجديد مع عمرو حمزاوي وزملائه كلهم، وهو قضية أولاد الشوارع. ولاد الشوارع قضية قديمة إنما تكاثرت وكبرت وعملت وإلى آخره، وبالتالي أصبح من السهل جدا استخدام هؤلاء في أي حاجة من الحاجات. أنا بتكلم كلام عام لسه، لكن التفاصيل ندخل فيها زي ما أنتوا عايزين. الأمر الثالث، سيادة النائب عمرو حمزاوي سأل سؤال، من المسؤول؟ أنا هديكي إجابة مش بتاعتي. في إحدى القنوات عاملة نوع من التصويت الإلكتروني المباشر وطرحة ثلاث أسئلة أو سؤال واحد له ثلاثة إجابات. قبل بس التصويت أرجو أن تبقى الصور معانا عادل لو سمحت، صور الآن ما تشيلهاش خالص من فضلك. تفضل يا ست ليوانا. السؤال الذي طرحته هذه القناة على كل الناس وكل الشعب كله يستطيع أن يدخل عليها ويقول رأيه، في رأيك من المسؤول عن أحداث مجلس الوزراء؟ ودت ثلاثة بدائل، أولا الأمن، الثاني المعتصمين، الثالث أيادي خفية. شوفي بقى
تصويت الشعب المصري بعيدا عن كل التيارات السياسية والجماعات المختلفة الموجودة في المنطقة وإلى آخره. الأمن خد 12%، المعتصمين خدوا 73%، ده لغاية ما مشيت أنا. صح دلوقتي النسبة اتغيرت شوية، لكن إلى أن تركت المنزل وجيت لحضرتك كان التصويت بهذا الشكل، وده تصويت زي ما قلت حضرتك للشعب كله، وليس لفئة، ليس لاتجاه أيديولوجي، ليس لحزب، ليس لجماعة. الأمن 12%، معتصمين 73%، أيادي خفية 15%. فهذا هو رأي الشعب المصري فيما يحدث في هذه المنطقة. لكن أنا عايز أضيفه، يعني سواء طبعا عمرو رجل عظيم جدا وأنا أعرفه معرفة قديمة وأحترم رأيه، واشتركنا في حاجات كتيرة جدا من سنوات طويلة ماضية، ولكن اللي أنا عايز أقوله إن بعض الحاجات ما يجبش نتسرع فيها. على سبيل المثال، الذين يطالبون بإزاحة المجلس العسكري، الذين يطالبون بكذا وكذا وكذا وكذا، نسيوا أن في مارس كان هناك استفتاء، هذا الاستفتاء تم بناء على بجدول زمني، الجدول الزمني لو كان قد طبق لكنا في نوفمبر انتخبنا رئيس الجمهورية، وكان المجلس سلم العملية كلها في نهاية السنة. الذي أخر هذه العملية هو مثل هذه الاضطرابات، اضطرابات ومتاع وخناقات وأحزاب وإلى آخره. عارف حضرتك كام ائتلاف كان موجود في ميدان التحرير المرة الأولانية؟ فوق 200 ائتلاف، والميتين ائتلاف ليس هناك ائتلافا يتفق مع الآخر، ولذلك الكلام أنه يجب التفاوض مع ما لهمش راس، يتكلموا مع مين. فهذا الأمر يجب أن نضعه في اعتبارنا أن الأمر في نوع من السيولة في أمر كده. اللي حصل النهاردة في البلاغ الأخراني أن المجلس سيقوم بتسليم السلطة في بحد أقصى 30/6. خلينا نلفت نظر لحاجة تانية، النجاح الساحق اللي تم في المرحلة الأولى للانتخابات والنتج عنه الناس المحترمة اللي تم انتخابها دي، ثم النجاح الساحق أيضا في المرحلة الثانية، يخلينا نحط 10 علامات استفهام. من الذي من مصلحته أنه هو يعطل هذه الانتخابات ويعطل المرحلة الثالثة ويعطل التوقيت الزمني ويبتدي يقول كلام ليس له أصل ولا أساس، لأن العملية كلها 6 شهور؟ يعني هل الناس بعد الصبر الطويل ده كله مش قادرة تصبر 6 شهور حتى يمكن أن يتم عملية انتهاء الانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ووضع الدستور ولجنة استخدام الدستور؟ يعني حضرتك بتقول أن في حد بيحاول أن يعطل أو يعني تلمح أن هناك ربما من مصلحة حتى تعطيل المرحلة الثالثة؟ أنا مش عايز أقول اتهامات بالشكل ده، أنا عايز أقول أن هناك مصالح متضاربة ومختلفة للفئات السياسية والأحزاب المختلفة. هذه المصالح المتضاربة بتخلي بعض الجهات تأخر وبعض الجهات تأيد، وعشان كده تبصي عندنا مسبيرو وعندنا محمد محمود وعندنا مجلس الوزراء. طب احنا بنشاهد دي شماريخ او يعني كور نار بتلقى على طول، طول ما احنا بنشاهد المشهد، عشان بس ما اقطعش كلام سيادة اللواء، بس طول ما احنا على الهواء كور نار بتلقى، منين على فين من مين على مين؟ يعني ده السؤال اللي يعني عايزين نعمل جايزة عشان نصل إلى إجابته. تفضل يا فندم. ماسبيرو، محمد محمود، مجلس الوزراء. شوفي حضرتك العناصر المشتركة في كل عنصر من الثلاثة دول، تجريه مختلفة، العناصر مختلفة. يعني ماسبيرو كان هناك القضية القبطية وما أعرفش إيه والكلام اللي حصل في أسوان وإلى آخره، تم هذه العملية. ماسبيرو كان بعض الجهات السياسية الأخرى قامت بهذه العملية. العملية اللي تمت في مجلس الوزراء، وليس طبعا حق الاعتصام مكفول، لكن الاعتراض الطريق وقطع الطريق وقطع مصالح المواطنين ومنع رئيس الوزراء والوزراء من الدخول واستعمال العنف في بعض الأحيان، هذا أمر غير مقبول. وأنا ما بجيبش كلام ده من عندي، شوفي اللي حصل في وول ستريت في الولايات المتحدة، قوبل باستخدام أنا عارفك هتقولي إيه، انه ارغ ما اعرفش ارح حقوقه. لا بس انا عايزه عندي طريقه، يعني بس يعني انا عندي سؤال، هو في كل مره بنقع في نفس الفخ، في كل مره هو كانه نفس الطريق يا سياده اللواء، يعني في نفس الطريق استفزازات فنقع في فخ الاستفزاز فنرد بالعنف سواء كانت شرطه او سواء كان جيش، فتبدا دائره العنف. بالعكس، الذي يواجه ده اقل حجم من العنف، ده اقل حجم من العنف. امال، لان كان احنا لو دخلنا في عنف حقيقي هنبقى زي سوريا،
هيبقى في مواجهات هو بالشكل هو اللي انا الخيار بين حرب اهليه وبين والأسوأ. ما هو اللي بيحصل اللي حصل ايه؟ لا تتدخل القوة العسكرية إلا حينما يصل الموقف السياسي في بعض الأماكن داخل الدولة إلى الوضع الخطر، فيتم استخدام القوة بشكل محسوب ودقيق جدا، لكن ليس بشكل مطلق. هسألك سؤال، هو النهاردة القوات المسلحة لو تركت يعني بدون الضوابط الموجودة كلها مش خطر إنها تسيطر على الموقف؟ أنا بس أنا سؤال ما عنديش له إجابة بصراحة، إذا كنا مش قادرين نسيطر على الموقف ده أنا ما عنديش. طب نسمع دكتور عمرو وأرجع لحضرتك تاني، اتفضل يا دكتور. شكرا يا لميس. يعني الوقت اللي احنا فيه، الأزمة اللي احنا فيها تحتاج لدرجة عالية إن لم تكن كاملة من الصراحة والوضوح، وما سأقدمه اجتهاد يحتمل الخطأ قبل أن يحتمل الصواب. بس مسألة طبعا مع كامل الاحترام للدكتور اللواء وصديق القديم، كان دائما التردد على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان بيشارك في ندوات اللواء أحمد عبد الحليم وأنا طالب في الكلية، فالمعرفة فعلا قديمة، وهو أستاذ وبعد فاضل من ألمانيا اشتركنا سوا في بعض الأمور أستاذ يعني. فاضل جدا. فالمهم خلاص كمجاملات مش لا 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 عشان يبقى يعني اختلاف في الرأي ملوش علاقة، لأن أنا هختلف معاه في الرأي. لا يختلف طبعا. ما حدث وفقا لمعظم الروايات من شهود العيان والروايات الإعلامية هي إن فيما خص أحداث مجلس الوزراء لم يبدأ المعتصمون بالاستفزاز، بل كان ما حدث هو العكس تماما، بأنه تم الاعتداء على أحد المعتصمين بعد مباراة لكرة القدم اللي دخل يجيب الكورة وخرج وهو في حالة سيئة جدا، كان معناها إن هو راح على مستشفى القصر العيني القديم على طول. من هنا كانت الشرارة الأولى، فالاستفزازات لم تأتي من المعتصمين. الاستفزاز للأسف الشديد أو التجاوز جاء من جانب عناصر عسكرية موجودة أمام مجلس الوزراء، وهنا تكرار لنفس السيناريو منذ مسرح البالون، تحدث استفزازات من جانب أجهزة عسكرية وأجهزة أمنية، يمارس عنف غير مبرر، عنف مفرط ضد مواطنين متظاهرين أو معتصمين، وندخل في دائرة العنف والعنف المضاد اللي احنا لسه فيها لغاية دلوقتي. النقطة الثانية، المرة ديت ممارسة العنف كخطوة البداية ضد المتظاهرين والمعتصمين جاءت على عكس وعلى نقيض وعد صريح من جانب المجلس العسكري ومن جانب الحكومة، من جانب الدكتور كمال الجنزوري، أنه لن يفضل الاعتصام بالقوة، لن تستخدم القوة لفض الاعتصام. وزير الداخلية جديد كان بيقول لن تستخدم قنبلة غاز واحدة لفض الاعتصام. السلطات، من يدير الأمر، مجلس أعلى القوات المسلحة والحكومة، وعد المصريين، وعد الشارع المصري، وعد المعتصمين بعدم التعرض لهم بقوة. طب إيه اللي حصل؟ النقطة الثالثة، المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان اللي أسفرت عن قتل 10 حالات زي ما السيد وكيل وزارة الصحة كان بيقول، وعدد كبير من الجرحى. هذه المطالبة بمحاسبة المسؤولين هي حق عام، حق للمواطن. أنا عايز أعرف، أنا مش مستحمل أكتر من كده إن أنا أقعد أسمع كلام عن لجان تحقيق بما في ذلك لجان تخصص حقوق بشكلها مجلس قومي حقوق الإنسان ما بتعرفش تعمل شغلها، إن محدش من المسؤولين بيتعاون معانا. أنا عايز أعرف الحقيقة، فالنيابة العامة هي اللي مسؤولة، إن هي اللي بتدعي بالحق العام، حق هذا الوطن إن هو يعرف مين المسؤول. في نفس الوقت أنا عايز أعرف كمان مين المسؤول على نفس الدرجة من الأهمية عن ممارسة شغب وإتلاف منشآت عامة أو منشآت خاصة زي اللي أنا شفته النهاردة عند المجمع العلمي، وشفنا غيره الشماريخ اللي بتطلع ديت بتروح فين، البنك المهدد بالحريق وإحنا بنتكلم دلوقتي، وغيره وغيره. يبقى يحاسب المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه محاسبة وفقا للقوانين المصرية وأمام القاضي الطبيعي، ويسأل عنها من يدير شؤون البلاد وأي أطراف أخرى، ويسأل أيضا المواطن المتورط في إتلاف منشآت عامة ومنشآت خاصة. النقطة الرابعة، فالمساءلة ما هياش مساءلة أحادية، هي مساءلة طرفين، بس احنا من حقنا كمجتمع ان احنا نعرف. النقطة الرابعة، احنا بقى لازم نتعلم ان السيناريو اللي بيتكرر دوت معناه انفراط عقد الدولة المصرية، ولازم نخاف، احنا لازم نخاف بجد. انا مش مبسوط واحنا بنسمع هو سيناريو سوريا ولا ليبيا، احنا فين؟ ارجعي يا لميس بالذاكرة ل 12 فبراير 13 فبراير للكام شهر اللي بعد 11 فبراير، وايه الصورة السياسية اللي كانت في مصر ومسار تحول ديمقراطي كنا بنتصارع ونتنازع حوالين تعديلات دستورية ولا دستور اولا ولا برلمان اولا، لكن كان في دولة متماسكة وفي إدارة لعملية تحول سياسي وعملية تحول ديمقراطي كلنا عندنا ثقة فيها. دلوقتي انا متفق تماما على اللي انت قلتيه، المشهدين متناقضين، مشهد انتخابي انا مش عارفه في اي دوله، والمشهد التاني دوت في دوله تانية، دول ولا متوازيه إيه؟ دول يعني هل بقى عندي حقيقتين متوازيتين، دولتين، مجتمعين، مجموعتين من المواطنين؟ ايه اللي بيحصل؟ لازم نعرف ان في ازمه حقيقيه بتتعرض لها الدوله المصريه، وان احنا واجبنا، واجب الاداره السياسيه انها تعترف باخطائها.
اخر نقطه هقول انا مش عارف ثقافه الاعتذار غايبه ليه، يعني انا مش عارف ايه المشكله ان الواحد يطلع يعتذر عن دماء المصريين. دم المصري مقدس، ما ينفعش ان انا اقعد بعد ثوره عظيمه زي دي ابقى كل كام اسبوع عندي مجموعه من الاحداث تسفر عن سقوط شهداء وعن سقوط جرحى. الدم المصري له حرمه، ما ينفعش. مشاهد السحل اللي احنا شفناها دي غير مقبوله، ما فيش ضمير انساني يقبل، زي ما انا ما اقبلش كمان ان ضابط مجن او مجند او غيره يتعرض لسحل في الميدان. دوت مش بس انتهاك لحقوق الانسان، ده انتهاك لابسط يعني حق انساني انك تحافظي على كرامتك الجسديه. ده مش مقبول. صور السيدات هما كانوا بيصحلوا على الارض، انت شفتي على اليوتيوب موجود عندنا على اليوتيوب يا جماعه، يا ريت نطلع الصور. خلينا نتعود دي. الصراحه في اعتذار مطلوب، في مساءله ومحاسبه قانونيه مطلوبه امام النيابه العامه تباشر التحقيقات، من حق المجتمع ان هو يعرف، وفي حل سياسي. انا بقول لك ان المجلس العسكري شرعيته اصبحت محل استفهام، من يدعو الى سرعه نقل السلطه وتسليمها فوري يقول ازاي. انا كنت الى الان مؤمن بان الجدول الزمني ده هينفعنا 30/6، بس هنسلمها لمين يا عمرو؟ ما دي مشكله. انا بقول لك بقول لك جدول الزمني نقل السلطه، معلش قوه سياسيه تمام. كلها متفككه أنا بس انا الامانه تقتضي ان انا اقول ما يقال الان، ان هناك من يدعو الى تسليم فوري للسلطه، لكن أنا ما زلت مع المسار الطبيعي، بينتخب البرلمان، بيوضع الدستور، وبينتخب رئيس الجمهورية في حد زمني أقصى 30/6. بس لغاية ما وصل 30/6 عشان ده ما يتكررش، أنا محتاج مساءلة ومحاسبة قانونية المرة دي بجد، مش لجان تحقيق وخلاص، ومحتاج التزام حقيقي من المجلس الأعلى ومن الحكومة أنه لا يتم التعرض للمتظاهر أو المعتصم بأي عنف بأي شكل من الأشكال، لا سحل ولا ضرب ولا ده سيناريو. أنا مش عارف يعني، أنا آسف، عدم الذكاء السياسي معناه انك تعملي نفس الفعل في نفس الظروف تفتكري ان هيكون له نتيجه تانية غير اللي انت عرفتيه قبل كده. بيعرفوه كده في الكتب، نفس الفعل في نفس الظرف هتفتكري انه له نتيجه تانية؟ لا طبعا له نفس النتيجه، دايره العنف والعنف المضاد. طيب المجلس الاستشاري عقد اجتماع منذ قليل في منزل السيد منصور حسن، او من هم ما زالوا في المجلس الاستشاري الحقيقه، لان في عدد من الاعضاء استقالوا، واكدوا على قبولهم ببيان المجلس العسكري. الاجتماع انتهى منذ قليل واكدوا على قبولهم ببيان العسكري الذي يعني بيرد على عدد من توصيات المجلس الاستشاري في عدة نقاط، في أولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت. تاني نقطة سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء وتقديم الرعاية الطبية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم، يعني نضربهم بس نعالجهم بعد كده. قيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف على ملابسات وحقائق الموقف وعرض نتائج التحقيق على الشعب في أسرع وقت ممكن. نؤكد على أن كافة العناصر مقبوض عليها في الأحداث الأخيرة هم رهن التحقيق بواسطة النيابة العامة، ولا يوجد معتقلون لدى القوات المسلحة. والنيابة قالت أنها قبضت على 16 أعتقد من المتورطين في الأحداث، يتم التحقيق معهم. يقدر المجلس أعلى القوات المسلحة حرج المرحلة الحالية من تاريخ مصر، ويناشد كافة فئات الشعب والقوى السياسية والشباب وضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار حتى نتمكن جميعا من عبور تلك الحالة الحرجة من تاريخ أمتنا تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير. ده طبعا مش بيان حديث، ده البيان اللي صدر أعتقد صباح اليوم يعني تعليقا على الأحداث. ده مش بيان حديث، ولكن هذا ما يعني وافق عليه المجلس الاستشاري، أو من تبقى من المجلس الاستشاري في المجلس وافقوا على هذه النقاط. هرجع لك عصام، لكن لازم ارجع لسياده اللواء الدكتور واسال حضرتك، اكيد في طريقه تانية، يعني اكيد في علم العسكريه في طريقه. انا ما بقولش ان مفيش بلطجيه، في بلطجيه واحنا شايفينها. انا بس عايز اوضح الفارق بين ما اولا انا اللي انا قلته والدكتور عمرو قاله ما هوش متضارب، مش متضارب، بس اكيد في طريقه تانية. امتى اللجوء لهذه المرحله من العنف؟ لازم نفهم الاطار العام الذي نتحدث فيه علشان نقدر نبني كل حاجة ونتكلم على الإطار وإلا كلام أنت تتكلميه. أنا بقول أن نظرة الدكتور عمرو في هذه العملية ومعظم المحللين فيما بالتعبير العسكري نظرة تكتيكية مركزة على الحدث نفسه الذي حدث. أنا لما بتكلم بمنطق آخر، أنا بحاول رسم الإطار العام للعملية أو كما يطلق عليه في العسكرية الوضع الاستراتيجي في هذه العملية، لان اصلا اذا كان هناك جدول زمني واذا كان هناك وعد من المجلس ان هو هيسيبه في 30/6 واذا كان هناك توقيتات زمنيه لمجلسي الشعب والشورى و الى اخره،
ليه التظاهر؟ لماذا التظاهر؟ وبعدين التظاهرات، من الذي يطلب هذا الكلام من الولاد الصغيرين اللي المفتي قال لك عليهم؟ مين دول اللي هم يقولوا ده يسلم وده يعمل وده يعمل؟ ليس هناك حق لهؤلاء الناس انهم في هذه العمليه. اذا كان كما قيل الدكتور عمرو ان الوعود كلها تنفذت، طب لماذا بقى التجمع الموجود؟ لا انا عايز اسال حضرتك سؤال. اساليني سؤال. اساليني سؤال محدد. دلوقتي اعتصام امام منشأة حكومية، ايه قواعد هذا الاعتصام؟ الاعتصام يجب لم يتدخل احد في هذا الاعتصام منذ بدء من حوالي شهر، مش كده ولا كام؟ يعني من ايا كان، من شهر. قواعد الاعتصام ده لم يتدخل احد، رغم ان هذا الاعتصام خرج عن الاطار العام، وهو انه لا يجب وعملوا خيم وكلام ده كله، لا يجب ان يكون معيقا للعملية السياسية والعملية المرورية والعمليات كلها. رغم كل هذا لم يتم عمل شيء ضد الناس دي كلها. لكن الاعتصام كما قيل وكما هو موجود في الدستور انه هو حق للناس كلها، الاعتصام والتظاهر وهو الاخر حق للناس كلها، ولكن ليس من حقهم ان هم يعترضوا دخول رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى جوه. ليس من حقهم انهم يمنعوا الطريق ويقطعوا الطريق الى اخره. استاذ عصام، كرجل قانون هنا، كمحامي، قواعد الاعتصام ايه؟ اقدر اقول انه قواعد الاعتصام انه مسموح لاي مواطن مصري انه يتظاهر او يعتصم. لا يعتصم بمعنى، خلينا بس عشان بس نكون واضحين، انه ما يعطلش مصالح، انه يبني خيمه والبيت وبطاطين يقدر يعمل كل ده قانون. قانون بشرط انه ما يعطلش مرافق الدوله. هم عملوا كده. عمرو، في المانيا بيحصل ايه؟ نفس الحكايه. طبعا ان هو ممكن يعتصم لمده طويله. بدليل ان مجلس الوزراء وافق، بدليل المجلس العسكري وافق. عشان اللي انت بتسالي عليه، بصي انت بتسالي عليه، ان احيانا بيكون في اعتصامات او اضرابات محدده بسقف زمني. مين اللي بيحدد السقف الزمني ده؟ مش القانون. القانون بيديلك في معظم دول العالم الحق الدستوري والحق القانوني في انك تتظاهري وتعتصمي لاجال مفتوحه، طالما لا تتلفي منشات عامه ولا خاصه، ولا تتعرضي لمنشات عامه، ولا تتعرضي ولا تعطلي منشات. منشات عامه في جهه تتفاوض، انه بيبقى في جهه تتفاوض. هل في جهه تفاوضت مع الناس دي؟ ما هو لازم ينتهي الاعتصام. ينتهي ازاي؟ احنا كنا في عمليه تفاوض. لا كان في تفاوض وكان في وعد. عشان كده يعني مع كامل الاحترام، لا الوعود اخلفت. ده كان في تفاوض وكان في وعد انه لم يتم التعرض لهؤلاء باي شكل من اشكال العنف. خلينا في الحاله دي. المتظاهرون والمعتصمون قيل لهم لن يتم التعرض لكم، لن يتم فض الاعتصام بالعنف، لن يتم الاعتداء على اي متظاهر ومعتصم بالعنف. هقول لك على قصه ثانيه، وجهه نظر ثانيه، ايه اللي خلاهم يلعبوا كوره؟ انا هاخد لك التفاصيل. لا هي مش كوره اللي ابتدت، على فكره مش كوره اللي ابتدت. الكوره اللي ابتدت؟ لا 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 لا، الكوره اللي راحت وقعت. يا ست اللواء، الكل اجمع على ان السبب هو لكن الحقيقه انه كان ضابط داخل المجلس، كان في اجازه وجاي يخش المجلس عشان يؤدي وظيفته، منعوه. محدش قال كده. لا انا بقول لك الحقيقه، انا بقول لك الحقيقه. لا يا فندم، خلينا يعني درجات بقى درجات يعني. احنا عايزين نعرف مين اللي بدا هذه القضيه. بس برضه هي المساله ان لا يعني هناك ثانيه واحده بس، هناك ما طبعا هناك روايه اعلاميه هي الاكثر شيوعا، الكورة المتعلقه بالكوره. هناك روايات اخرى يعني في افضل الاحوال يا فندم، يعني لا، ما حضرتك مش اللي حضرتك بتقوله هو الحقيقه المطلقه، ولا كوره الحقيقه المطلقه. يعني خلينا نقول ان في تضارب. طيب. بس الروايه الاعلاميه الاكثر شيوعا هي كذا. المساله الثانيه بصراحه، في الولد اللي خرج مضروب. طيب. يعني انا اصلا الى اي درجه راح القص العين ضابط الجيش؟ طب الى اي درجه ضابط الجيش ده بني ادم؟ انا مدركه ان هو انسان ومواطن وكذا. الى اي مدى ممكن يضبط النفس من انا هقول وادعي ان كان في سيناريو استفزازي وضايقوهم واستفزوهم وربما استخدمت ألفاظ وربما أي شيء؟ إلى أي مدى ممكن يضبط نفسه ويضبط أعصابه بحيث أنه لا يستفز ولا ينتهي الأمر بأنه يضربه ده ضرب يفضي إلى موت؟ يعني طالما لم يعتدي أحد على المنشآت التي يقوم الجيش بتأمينها، ما فيش استخدام عنف. طب هم ضربوا الولد اللي دخل؟ ما أنا هقول ده تطور الموضوع. حين بدأ العنف من الخارج وحصل إلى آخر، اضطر يبقى فيه نوع من الرد في الكلام ده. لكن العملية كلها هنبص نلاقي أن القوات اللي كانت موجودة في مجلسي الشعب والشورى جوه المجلس ده، والقوات اللي بتدافع عن الحكومة موجودة في رئاسة مجلس الوزراء، وكانت التعليمات، وده كل الكلام ده تم حتى الآن، لم يكن أحد يستطيع أنه يعمل حاجة للمتظاهرين رغم مخالفتهم لقواعد التظاهر كما قيل بواسطة المحامي العظيم اللي قاعد معانا، رغم كل القيود والحاجات اللي ضربوا بيها، عرض الحائط وسد الطريق ومنع رئيس الوزراء وزيد يخش من ورا زي من باب الخدمين اذا جاز لي ان استخدم هذا التعبير، ما حدش عمل حاجه. لكن لما يجي ينط بقى فوق السور
ويحاول يخش جوه عشان يثير الكلام ده كله وعشان يحدث انواع من الضرر، هي دي بقى هنا لازم الناس تدافع. اللي هو لما بينط من فوق السور بيقول حاجة. هو جاي ينط ياخد الكوره ولا جاي ينط يولع في المجلس، دي قصه ثانيه. بصي ناخد كوره مش واخد كوره، نط فوق السور خلاص. شوفي انا عايز لما نط فوق السور يبقى معناها ان هو اخترق القانون وانه دخل وعايز يعمل حاجه الله اعلم عايز يعمل ايه. طب ليه ما تقبضش عليه؟ ما هو طبعا ده كلام المنطق. عايز اقول لك الاول في حاله شحن على الجانبين، يعني في حاله شحن شديده جدا عن الجانبين بصفه مستمره متحفزين. انت كمان بتتكلم عن جيل، يعني في شريحه من الشباب مقابلها برضو عساكر وضباط صغيرين في نفس السن، ففي حاله من التشاحن طول الوقت وحاله من التربص. ده بصفه مستمره بيسال على ان هو مامور ان هو يحافظ على الامن، انه يتدخل ويمنع الاعمال البلطجه. على الجانب الاخر الثوار والمتظاهرين لهم حقوق خاصه بالتعويضات، خاصه بالعلاج، ما حدش بيسال فيهم. انا عايز ارجع بس للنقطه، انا متفق مع عمرو في حته انه الدم خط احمر، ومتفق معاه على انه المجلس العسكري كان يجب ان يعتذر عن دماء المصريين، وكالعاده احنا شفنا البيان جه متاخر. بس فكره المجلس الرئاسي في الوقت الراهن ده، احنا ما اتفقناش عن المجلس الاستشاري، والناس اختلفت كلها معاه، وبعضهم ما استحملش ففي اليوم الاول او اليوم الثاني استقال، لانه احنا في مرحله انتقاليه فيها مواقف حديه لا يستطيع احد في بعض الاحيان انه يستوعبها او يقبلها، فشيء طبيعي ان الناس هتستقيل. طيب. معناها بقى لو احنا عملنا مجلس رئاسي، مين اللي هيوافق عليه بعد ما نجحنا في المرحله الاولى في الانتخابات والمرحله الثانيه، وفي اصحاب حقوق هينادوا بانه في برلمان ناقص له مرحله ثالثه ويدير شؤون البلاد. لا ولسه مجلس الشورى. طيب عمرو انا هسمعك، لو كنت عامل الشورى يجب ان تؤكد. متشكر يا نميس. المسألة المتعلقة بالمجلس الرئاسي أؤكد مرة أخرى أن هذا ليس طرحي، أنا أقول ما يتردد في الشارع السياسي المصري، وعلينا أن ننظر بجدية شديدة للحلول المطروحة من جانب مختلف التيارات والأطياف السياسية. أنا ضد أن نخرج مما يحدث الآن أمام مجلس الوزراء أو في القصر العيني أو في المنطقة المحيطة بميدان التحرير، ضد أن نخرج من هذه الأحداث المؤسفة بنتيجة أن علينا أن نوقف مسار الانتخابات البرلمانية. لا هذه تصبح كارثة محققة. إحنا يا لميس، أنا قلت أكتر من مرة عندك الكلام ده، إحنا عندنا مسارين في مصر، لازم نتعود أن المسارين ماشيين جنب بعض. في مسار بناء مؤسسات جديدة للنظام السياسي الجديد اللي عايزين نبنيه بشرعية ديمقراطية، وفي مسار احتجاج شعبي طبيعي أن هو يكون موجود. أسوأ حاجة ممكن تعمليها في مسار الاحتجاج الشعبي أن كل مرة يحصل فيها احتجاج شعبي يحصل تظاهر أو اعتصام تنتهي بين الأمور والأحوال إلى دائرة العنف والعنف المضاد. أرجع للمثل بتاع الولد اللي نط من على السور ودخل يجيب الكورة، تمام؟ اعتقد او داخل يعمل اي حاجه ثانيه، مش عارفين داخل يعمل ايه. عرفي بقى، نط من على السور اخترق الحواجز. اخترق حواجز، ما اخترقش حواجز. السلطات انا اسف، السلطات المحترمه في دول بها سياده قانون، وانا ادعي ان هذه الدوله لها تاريخ عريق وعظيم في مساله دوله القانون وسياده القانون، بعدنا عن الخط سنين طويله لكن نرجع له، مصر فيها مؤسسات عظيمه. السلطات المسؤوله تعامل مواطن كهذا دون انتهاك لحقوقه، يقبض عليه، يلقى القبض عليه، لكن ايه يتضرب علقه ويروح مستشفى القصر العيني؟ خلينا نوزن الامور بقى ونتكلم بصراحه عشان نعرف الخطا فين. هو اخطا جدلا، عدى سور، نط حواجز، ماشي، لكن انتهاك حقوق الانسان غير مقبول. معتصمه فعلت ما فعلت، لا أعلم ماذا فعلت، هل مقبول أن تنتهك حقوقها وتسحل على الأرض بالمشهد اللي احنا شفناه في على اليوتيوب وعلى غيره وانتوا زعتوه من شوية؟ هل مقبول أن يطلق على مواطنين تجمهروا وتجمعوا أعيرة نارية؟ هل مقبول أن بعد إطلاق الأعيرة النارية وبعد مشاهد السحل تكون الإجابة لم ولن؟ تكون الإجابة لم نتورط؟ تكون الإجابة لا نعرف؟ لا، أنا مش عايز أسمع مرة تاني لم ولن، أنا عايز انتهاكات حقوق الإنسان ديت تتم المساءلة عليها، خلينا نبني بقى دولة قانون وسيادة قانون صح دون تشكيك، ويحاسب أيضا من أتلف المنشآت العامة والخاصة. طبعا. زي ما الدم المصري خط أحمر وهذه مكانة مقدسة ينبغي أن تكون لدينا، أيضا هناك خطوط حمراء لأي دولة عايزة تحافظ على نفسها. لميس، المجمع العلمي خط أحمر، تراث مصر خط أحمر، المنشآت العامة خط أحمر. ده الجمعية الجغرافية ربنا أنقذها. بالظبط يا فندم. فهذه الأمور لابد أن تحل. أنا محتاج حل قانوني
إذا كنت عايز أمشي بالحلول السياسية لقدام لازم أضبط مسألة سيادة القانون ودولة القانون. مصر مش هتستحمل أكتر من كده سيناريو متكرر كل مرة فيه دم، ما ينفعش معاه تحول ديمقراطي ولا ينفع معاه مرحلة انتقالية وإحنا عمالين نتزق بعيد عن مسار كان يبدو أفضل بكثير من منذ بضعة أشهر. قبل بس ما تغادر وقبل ما نخرج فاصل، بصراحة ما قاله سيادة اللواء حول سيناريو ليبيا وسيناريو سوريا بيفزعني، بيجيب لي حلقة من الفزع. هل إحنا ممكن ندخل في صراع أهلي بين المواطنين وبين الجيش؟ لا لا، يعني انا ما زلت ارى ان هذه الاحداث المؤسفه، طبعا هذه الاحداث المؤسفه المتكرره يمكن احتوائها، بس أيوة لاحتوائها لابد اولا نمره واحد من وقف فوري ونهائي لهذه الاعمال. مرت محمد محمود قلنا وقف فوري للعنف وقال لا يتجدد هذا العنف ابدا، في وعود قدمت للراي العام المصري ولم يتم الالتزام بها. ودايما يا لميس يتجمهر من يتجمهر، السلطات اعقل من كده، السلطة المسؤولة أعقل، لديها عقلانية ورشادة تعرف تدير الأمر بصورة محسوبة. فوقف فوري عنف على الأقل لا يتكرر ولا يتجدد، محاسبة حقيقية بقى وعلنية وفورية بصورة قضائية للمسؤولين. نقطة ثالثة، حل سياسي. أنا اقترحت صباح اليوم مبادرة تلتقي بها الأطراف الرئيسية، المجلس العسكري، الحكومة، الأطياف السياسية المختلفة، النواب من المنتخبين مع ممثلين عن المجموعات المختلفة، وتخرج مبادرة مكتوبة ويوقع عليها أمام أعين الرأي العام والإعلام بالتزامات صريحة، مش وعود وخلاص وتخلف أو يحنس بهذه الوعود فيما بعد. كان هذا اقتراحي صباح اليوم، لا أعلم مدى الاستجابة له. الدم اللي بيسيل بيعطلنا وبيرجعنا لورا وبيهدد تماسك الدولة. ايه اهم كفاية المطالب؟ انا سؤالي بس، ايه اهم المطالب لهؤلاء المعتصمين؟ واحد، حقوق الشهداء، اثنين، رفض حكومة الجنزوري، ثلاثة. انا هقول لك، انا رايي الخاص، المطلب الرئيسي هو ان المسؤول عن انتهاك حقوق الانسان يحاسب. هذا هو مطلبي الرئيسي. انتهاكات حقوق الانسان اسفرت عن سقوط شهداء، عن سقوط جرحى، عن مشاهد مؤسفة، يحاسب كما يحاسب من أتلف منشآت عامة ومنشآت خاصة. أنا عايز العدالة، عايز سيادة قانون، عايز دولة قانون عشان المسار السياسي يتظبط. هنخرج فاصل نشوف جزء من كلمة رئيس الوزراء المكلف الدكتور أو رئيس الوزراء دكتور كمال الجنزوري في مؤتمر الصحفي اليوم، هيقدمنا الدكتور عمرو حمزاوي، ونستكمل باقي الحوار مع اللواء أحمد عبد الحليم ومع الأستاذ عصام شيحة. ضمن المصابين هناك 18 صدر ما يؤكد أنهم أصيبوا بطلعات نارية، ولكن أؤكد أن لم يستخدم الجيش أي طلقات نارية. مش دفاع، أنا رجعت لكل المصادر المختلفة ليؤكد هذا. وكان أحد المصابين وهو على تلفزيون في قناة خاصة بيقول أنا شعرت بالضرب من الخلف، لأنه داخل هذه المجموعات من لا يريد لمصر الخير، دخل لأنه كان يريد أن يتكرر ما حدث في محمد محمود وما حدث في مسبيرو وما حدث في البالون. هناك من لا يريد، لا أقول ولا أتهم أحد هل هو من الخارج أو من الداخل، ولا بد أن يتعامل معهم من الداخل. أنا لا أرته وشفته امبارح وأمس والنهاردة، مش دو شباب الثورة، الشباب الجميل اللي خرج في 25 يناير، والكثير منهم كلمني امبارح وقال دول مش بتوعي، دول مش بتاعنا، طلبت منهم ينزلوا. هل حد يقدر يقول لي ان الشاب او الطفل اللي سنه 12 سنه ده سائر؟ الم تروا على التلفزيون وهو يلقي الطوب على مجلس الوزراء ومجلس الشعب، هل ده سائر؟ السائر هو من عانى، السائر هو من عاش في الاستبداد، السائر هو من عطل ولم يجد له عمل، هل هو لا سوار؟ فأنا بؤكد أنه لم يتقدم فرد واحد من الشرطة ليتعامل مع هذه المظاهرة، ولم يخرج القوات المسلحة من مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ليتعامل مع هؤلاء الذين خرجوا قبل الشيخ ريحان على انتشار قصر عيني بالأسلاك الشائكة وبعض أفراد الشرطة العسكرية لتمنع الجديد مما يأتي للدخول إلى مجلس الشعب، لأن مسؤوليتهم أنهم يحموا مبنى مجلس الشعب ومبنى مجلس الوزراء. ومع هذا التوقف من جانب الشرطة ومن جانب القوات المسلحة، هناك من بدأ اليوم صباحا أن يحطم كاميرات الموجودة في المجلس،
الكاميرات دي موجودة لحماية المجلس، ويحطم الحائط من حائط مجلس وزراء اللي هو عند مبنى المعلومات. لهذا نخاطب كل القوى، كل القوى السياسية، نخاطب كل الفئات، أن مصر في أيديكم، أن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة بل هو انقضاض على الثورة.